أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ويتبع من عوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفعل. والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه، ثم قاعد، ثم قاعدون. بحثك لمسلي صفة موصوفة على أرادايا اوه که صفت لچی و چی دا هاوشه و بی با مطبوعه که خوی با موصوفه که لراستی دا بحث کلیر دا کردویتی فقط لدلی من دا اشتکه کامل و ناقض نیه، بلا بدلیل یوی که عرضم کردم کتیبه که با بالا نیا با سرحی سر و نیا یک اشارتی بده لشرح کده نظام است من حضوری ذهنم نما آیا داخل شرح کده واقعا اوشتا که دیلم آتیاتی نزا اکتی دا بیو باشه تیش یعنی بی بابیلم نعت و تصیفت دبیت دو بش بش یک پیدل نعت حقیقی بشکش پیدلن نعت بشکی که پیدلن نعتی سببی یا پیشی دلن نعتی حقیقی و غیر حقیقی زمخ شریک کتیبکانی بکتیبی متقدمین و نزیکن او دل صفت اما بحال الموصوفی او بحال متعلق الموصوفی عبارتی که او دلن لبردستم دانیه مفصل استه ویخوینم ابزام دخوری و در چون دلو علی صفت او معنای کتیاتی یا به نسبت خودی موصوفه که ویا یا نه به نسبت شتیه که ویا که اوشتا اچه تو با موصوفه که او که پیلا نعتی سببی نعتی سببی واتا صفتك لواقع دا بو اسمك او اسم السببية بنوعك وكو مثلا زمير ارتباطي دراوته بچو بموصوفك جا لنأتي حقيقي دا عموما مطابقك كامل دبيت بل هم لنأتي السببي دا بو مطابقك كامل بي شرائطي هي وام فصلا بلا منو فصل هي زور واقعا تایبتیه چون که هر ام مسئلهش مسئله که خوش نیه لعدبیاتا بلا واقعا زور بباشی هنایبتی زور بچرو پری یتبع منعوته فاعل یتبعو هویا بو نعده چطوانه الان نعد شوین موعوتی خوی اکویت پس هی منعوته اچتو بو نعد نعت شوين موعيتي منعوتي نعتا كده يعني شوين منعوتي خويا كوي بارت شوان لاتي دا في واحد من أوجه الإعراب اللي كي سورة كان إعراب دا سورة كان إعراب سيدا أنا رفع زما جرة يكيان لك خب زم هر زم اللي يك زمان دا هر سيشان قابلي أوانين بيان كده أما يك ومن التعريف وتنكيري ولا تعريف وتنكيري جيك دانا او پنجلم پنجانه دوان دگرد لسه صورت عرب دا دانیک لتعریف و تنکیری شا دانیک او دو اوان سه صورت عرب که و تعریف تنکیری که و پنجانه لم پنجانه دوان دگرد ببر دوامی ببر دوامی ببر دوامی او نعتک سببی بیا حقیقی بیا کارک من پینی یعنی فرق ناکه لم سه دانه دا لعرب دو لتعریف و تنکیر دا بر دوامو که یگوان پاشان بوی مطابقه که کامل به لپنج دانه کش دو دانه بگیره و مطابقه که لچوار دانه شد بگیره لمجموع و کوی ده یکن
نياز من بم حالته هي. ثم إن رفع رفعش باز باس فاعل كي هو يبون عدته أجل نعت مرفوع كده شيء مرفوع كده ضميرا مستترا زميرك كلا خد صفة كذا مستترا أجل زميرك لو شيء وين مرفوع كرت أعوى تبع في واحد من التذكير والتأنيث واحد من فرد وفرعيه تبع يعني تبع منعته فاعل تبعش هل هو يرسيته بناتك أو كات أجر صفتك زميل فاعلك بو فاعلك زميل بو تيدا مستتير بو مرفوع كر كديب فاعلي بو خوي شوين دكوية بو متبوعك ليكك لمذكر مؤنسة وليكك لمفرد دو فرعك دا مفرد دو فرعك تسنيم جمعك تذكير تانيز دو مفرد تسنية وجمعش أوسي أو بينش لم بينجانش دوان دقري يتر مطابقة كامل دبي لكوي دانا سي إعراب ما سي تعرف التنكير وتندا أو بينش تذكير تانيز دو أو حوت إفراد أو هشت تسنية نو جمع أو دا لكوي أم دا شواران دقريت لشوارش دا مطابقي موصوفة كي خوي دبي وإلا يعني أجر نعتك زميرك كتيدا مستتير بو أوي بلين مرفوع نذكر وإلا أبن بعنايا وإلا أجر زميرك لا صفتك دا نبو مرفوع بك أوى زميرك لا صفتك دا نبو مستتير بو مرفوع بو ببيت فاعل نعتك أي شيء ولا اسمك ظاهري دويست اسمك ظاهري مرفوع ذكر لسر فاعل بون لسر وكببت فاعل بخوي پس وقت نعتك زمير تدا مستتر نبو اي زمير اي تي مرفوع ذكر با توجب وكفاعل به افرم اسم ظاهري مرفوع ذكر او دفن فهو كالفعلي وكو فعل وعلى فعل دا وكو تي فعل كي مذكر دبت كاتب فاعل كي مذكر بي. كي مؤنث ذبه كاتك فاعل كي مؤنثي حقيقي بيه واجبه كاتي مؤنثي مجازي بيه جائز زور تشاكا اي كي كاتك فعل مفرد دبيت بصيغه مفرد دي والله كاتك ليكو خند معنا فاعل كي مفرد بيه اسم ظاهر بيه يا فاعل كي اسم ظاهر بيه وتثنيه بيت يا فاعل كي اسم ظاهر بيه وجمع بيه فعل كاتب مفرد دي. اتر وقتی که نعت اسمک ظاهری دکرده فاعلی خوی مطابقا لم پنج دانه دوائی دا مذکر و مؤنس و مفرد و تصنیع و جمعه مطابقی نعتک بو منعتک حاصل نابد و کل شرحکش دا بصورتی که مبسود دی خوینین بلا هر او دی خوینین کوامن با کلتی بوتان علم و بوتان بحث دکم حاشان والأحسن جاءني رجل قعود غلمان ثم قاعد ثم قاعدون إما مطلبك إسا باس مانكرت عامل أقف فاعل بو ياشب فعل بو فاعلك اسم زاهر بو مفرد بو أصل وعاملك مفرد به فاعلك اسم زاهر بو مصنى بو أصل وفاعلك عاملك هر مفرد به فاعلك اسم ظاهر وجمع بو اصل واي عاملك هر مفرد به جاءت فعل به شبه فعل به اما قاعده كما لباب فاعل اجر مراجع بكنا ولبيرتا ما بي اما ما خندوا لهدا داهر خندو معنا لشذورا هر خندو معنا لالمزجا هر خندو معنا لسيتي داهر خندو معنا لجامي داهر خندو معنا هل ام بابته عامل كي مفرد به كاتك فاعلك اسم ظاهر به مفرد به فاعلك اسم ظاهر به تثنيه به فاعلك اسم ظاهر به جمع به الم كاتدا عامل بمفرد يدك بلام اليردا اما جوان ورد ببنا وليتون كم عبارات توزي وردا اليردا لشودا لم شويندا ك دالين اگر فاعل اسم ظاهر بو مفرد بو يا تصنيع بو يا جمع بو أصل أو يا عامل كير مفرد به أنا لا استثناءك لا شو هذا ديلا معنى لم شو أنا دا كم شو أنا
فاعل كاسم ظاهر بو مفرد بو يا تثنيه بو يا جمع بو علين اصل اوي عامل كهر مفرد بي ادي رئيس سناكه اس سناكه چه كدوتي جنابي سيبوهي كدوتي هزار رحمتي لي بي اخو افرميتي افرمين لودا اگر نعت زميري مرفوع ندكردو اسم ظاهري مرفوع ندكردي كد بفاعل بو خوي لودا ك دله وک فعل وای لما سلی افرادا ک فعل دبی مفرد به بلان با عامی با فاعل کی اسم ظاهر به مفرد به تسنی و زمینه فعل ک مفرد به عالم زمینه ده یی اسنا کدو اویش چی اسنا کو ی د فرمه ل صورت یک ده اگر او اسما ک اسم ظاهر بو فاعل بو بو نعتك اما نالنا قلنا نعتك زميري مستتيري مرفوع ذكر لسر فاعل او مطابقك كامل ده اي قلت وان نعتك اسم ظاهري مرفوع ذكرت على الليك صورة اكسسنا هي سيبو هيدا فن فرمي اقر نعتك اسم ظاهرك كفاعليتي جمع بو وكو ام مثال جاءني رجل قعود غلمانه استي قعود صفة الرجل اي غلمان فاعل قعود قدكن جناب سيبوهيد فرمي جوان وايا بلا او راجح وايا نعتك بجمع بيت وقف عليك جمع بيت بحثك ما كد لمسألة حال دا او آيات ما خوين دواني خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداس كقتمان أبصار جمع خشع جمع كان قرأت ما خوين نولة سر آياتك أم قرأتش ما بحث كر اللي بدا باس ما كر نقلي قولك من الزجاج كر مراجعة بحالك نولة اللي بدا اللبيل تان بيكتم لنا عدا أم بحث بوي مزين دو بيتان بس جنابي سيبوهي دفرمي بلاي من الراجح واي وقتك نعته كمان اسمك ظاهري مرفوع دكر ديكر بفاعل بخوي بلام اسم ظاهرك كمرفوع بو بنعتك جمع بو جمع مكسر على بيم جوان بيم باشا عاملك كنعتك يا بشكل مفرد نيا او بشكل جمع مكسر بيت حال وقت خش عن ابصارهم يا اواتي سوره القمر دلبو اوي نعتك مطابقي مرفوعك يخوي به مرفوعك جمع مكسرة با نعتك بخوي جمع مكسر به مثال وكوتي جاءني رجل قعود غلمانه قعود جمع قاعدة باوجة قعود جمع قاعدة بيشتر خوين من اسم فاعل بمفردي بتسنية بجمع عملي خوان لك أصلك جاءني رجل قائد غلمانه بلام جنابي سيوهيد فرمين شونك فاعل كمان غلمان جمع مكسرة بيان باشا قاعدش ببيت جمع مكسرة ببيت قعود ظنك تيكي زريفة بس جوان وايا والأحسن جاءني رجل قائد غلمانه ليرا دا نعتكش ما نجمع به باشان لرتبه دوام ده ثم قاعدون اما شر جوانا بلا ثم قاعدون اما غير فصيح بو چونك برابري او لغة غير مشهورية كلنا عرب ده هي بلغتي ابن مالك تعبير لا تبد لغة يتعاقبون فيكم ملائكة وبقي علماء بلغتي اكلوني البراغي چونك اما جمع بجمع سالم جمع كراو تواني باجنية بلاي قاعدون غلمان هما قال برابري او لغتك كلمه دا ايتر اگر زميري كجل قاعدون دا مستتر بي فقط دلان زميره هيتش ايتر ناي كان بفاعل غلماني دا كان بفاعل اوش كشتي چي زور فاسشنير باشانا مسلا هر دواتر تكرار دا بيتوانا بيعلم أن للإسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال رفع ونسب وجر بزان بو إسم
با توجه به اعرابك سه حالتی هي: رفع نصب جرميك وبحسب الافراد وغيره بجوري مفرد غير مفرد هيك ابو افراد سيتاني بجوري مفرد وغير مفرد سي حالته افراد افراد وتثنيه وجمع مفرد تثنيه وجمع امشش وبحسب التذكير والتانيث سي حالتان با توجب مذكر بون ومؤنث بون دو حالته او هشت وبحسب التنكير والتعريف حالتان بجوري معرفه بون ونكير بون دو حالت فهذه عشرة أحوان اسم أمدد على حالتك بوتي هي باسمها ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد واسم عليها عليها هاكا وهاي عليها هاي كلها هاد كان بو عشرة أحوال التي تتواني واسم لسر أمد حالة نابت هر هميان ليك هادا يعني بلا هادا حالتك يتياب بو لما في بعضها من التضاد چونك لبرق لم عشرة ده هاك بو عشرة تتواني لبرق لم ده حالتان ده التضاد هي چون توجيه كابو من ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوع منصوب مجرورا اسم مرفوع منصوب مجرور نابي يكرت يكات ليكات اسم هم مرفوع بهم منصوب بهم مجرور اشتوى من ولا معرفا تاوليتي منكرا ويكرت جهم لقل يكا معرفة نكير معرفة ومن نكير نابي شوكا أقا معرفة يعني نكير نيا نكير بني معرفة نيا اگر مرفوع يعني منصوب ومجرور يعني اگر مجرور يعني منصوب ومرفوع يعني اگر منصوب يعني مرفوع ومجرور يعني اتر يكين تيابو كان يكي تيانا بيو ولا مذكر مؤنث ولا مفرد المثنى مجرور وانجا اسم يك زمان مفرد تثنية جمع نابع خشتي وقابل جمع ولا مذكر مؤنثا ومذكر مؤنث جنابت هم زمان هم مذكر به مؤنث بشتي ونابت اي وانما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد اربعه امور بل كود بيت وفيه بو اسم دچته ولا اسم دا منها هاك بو د بو عشرات يتو لو د حالته انا دا كود بيت ولا اسم دا چند لكاتا چوار دانه شت چوار دانه امر چوار دانه شت وهي ام اربع امور من كل قسم واحد لم چوار انا لم چوار بشانه يك دانه لا مثلا لاعراب يك دانه أها لإعراب يقدانا لإفراد وتسكيل لإفراد عجز جناب الدكم تسني وجمع يقدانا لتسكيل وتأنيس يقدانا لتعريف تنكير يقدانا أو مثلا بوغيد الله تقول جاءني زيد أما زيدة فيكون في الإفراد والتسكيل والتعريف والرفع لزيدة مفرد هي مذكر بن هي معرفة بن هي رفع هي أما تسنى متشوار فإن جئت مكانه برجلين أجر لجيجي زيدي مثلا تو رجلي بينا ايوانيا ففيه لرجل دا التنكير بدل التعريف النكير لجي تعريفه وبقيت لوجه بقي صورته كانك فان جئت مكانه بمثلا بالزيدان او بالرجالي ففي تثنيه او الجمع بدل الافراد بقيت لوجه لجي مثلا رجل دا زيداني بينا يا رجال بينا تثنيه لادبه لزيدان دا جمع لادبه للرجال دا بجيجي مفرد وبقي صورة كانك أيوة نيكا دبت تسكير تعريف ورفع فإن جئت مكانه بهند ففي تانيس بدل التسكير وبقيت أجاب جي مثلا رجلي لهند استفاد بكي يا البجي زيدي لهند استفاد بكي بجي تانيس تلا لبجي مذكر بونك وبقي صورة كانك فإن قلت رأيت زيدا أو مرت بزيد مثلا ففيه الناس ويجهر بدل رفع بقيت الوجهي لزيدا نسبه دبيت لمثال رأيت زيدا دا جرد دبيت لمثال رأيت بزيدا دا بجاقي رفعه بقي صورة كانك أما أو بلان دلو وقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة دلال عبارة برق لعلماء إعراب دهاتوا كبيان وان قلت أن النعت تابع منعوت دبيت لشوار لدي كان ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها ومبسيا بذلك بو كان نعت تابعي متبوع دبا لشوار لديان أو بو كأنه نعت يتبعه شوين متبوع دكوية شوين منعود أكوية هي أنه بو نعت دكتو هي يتبعه بو منعود كنعت تابعي منعود كدبا لو شوارشتاني كوا يكون عليها كلاسي شوارشتاني دبت أو هاي بو أربعة شتواني لو شوارشتاني كلاسي دبا لا لا ك دقيقا يكون اسمك هو بمن عدته ثانيه
كان نعت تابع من عد به لو تشوارشتاني و كمن عتك لسن او تشوارشتانيه برام وليس كذلك وانيه او الاخوار ودفرمي اختلافك لفظيه چونك اوان وقت يقدرن لديه كان دا لتشوار لديه كان دا مطابقات لما بس يعني نعتي حقيقيا نج مطلق نعت چونكو لنعتي السبب دا او مطابقه او باصاني حاصله بك وبس ما كلمتنا كده وانما حكمه ان يتبعه في اثنين من خمسه دائما اها بلام حكمي نعد اويا كتابع من عد به كبو من عد ستواني هي حكمه بو نعد هي يتبعه بو منع التابع نعد تابع متبوع به لدو لبينجان دابا دائمي وهما اودوانا واحد من وجه الإعرابي يتشان لا يكيكيانا لتشان صورة كان إعراب واحد من التعريف والتنكيري يكيكيشانا لا معرفة ولا نكرة لا إعراب لا يعرف يا نسبة أجر يتشان يترخو هم يهنابا وكو باسمان كر لا تعريف تنكيري جدا يتشان لم دو يعني لم بنزانا دا دوان دقري هميشا ببردوام ولا يجوز في شيء من المنعوت أن يخالف منعته في الإعرابي ولا يخالف التعريف التنكيري أماش قاعدة يكي عامة أرى دروزنية لهيش كاملة نعتك عن دا اللي هيك كانت كانت شنعتك حقيقي به سببي به حقيقي به غير حقيقي به جائزني اللي هيك كامل نعتك عند مخالف من اعتكب بنعتك لاعراب ده مخالف به يا تعريف التنكير ده تبع لم دوانه ده ببر دوامي مطابق بك فين قلت برسيارك ده بيش لا برسيارك ده كدي هنا شن دانشتان ديني ظاهرن دانی که یعنی جواب داده توانی بقیه کیکه ویلده که ایسپیره بزهنی طلبه که بزهنی فقیه که بزهنی دانش جوه که ایت خوی بحثینه که دقیق که فین قلته هذا منتقض بقوله هذا اعما که دلی دروز نیا لهیت کامل نتکان ده پیچوانی موصوفکی به منعتکا لعراب دا یا پیچوانی منعتکی به لطریف تنکیر دا اما نقضا حل وشاوتو باوک عرب دلن هازا جحر رب خریبین علا وکنی قاریکا که ویرانا فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوضی موصوفکان مرفوع کردو فوصف المرفوع وهو الجحر مرفوع کان كردوتا موصوف كجحرة بمخفول كدوانتا موصوف يعني چي يعني مرفوعك كجحرة كدوانتا موصوف دبويا بمرفوعك بيان كدا موصوف مرفوع بمرفوع بلا مرفوع بمجرودة چون كخريب دبيني صفتي جحرة لا صلاة صفتي ضبك نضب يعني سوسمار ألا أما كوني سوسمارك قاريليك كويرانا ويرانيكا وصفي جحرو كناكيا وصفي قريكاني دوغو قري ويرانا بي ايواني بس فوصف المرفوع هو الجحر بالمخفوضي مرفوع كان موصوف كردوا كجحرة موصوف كجحرة مرفوع كجحرة بشي بمجرور يعني بجي اوا بلن هذا جحر ضب خريبون موصوفك كجحرة مرفوعة ككدويانة موصوف مرفوعة بمرفوعنا كدويانة موصوف أي بمجرور يعني لرداد بيني صفتك كخريبة بيتشواني جحرة لعرابة كده دي توشكتد لنعتا جائزنيا لهي جوريك دا نعت بيتشواني من اعتكيب دو خريب صفتي جحرة جحر مرفوعة خريب مجرورة أو أم قاعدته هلو شايوة أما يك دو بقول تعالى وما آت ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا فوصف النكرة وهي كل همزة اللمزة بالمعرفة هو الذي لم آت أجد نكيرك بوت موصوف صفتي هنا وتوب ونكيرك ككل همزة لمزتنا بتي صفتي انا وتوانا بمعرفه كتشك الذي چونك الذي موصول لموصول معرفه بوت صفات بوتي بو كل هما ذات لمز مدو س وبقوله تعالى
حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول فوصف المعرفة اسم الله بالنكرة وشديد العقاب دلم من الله العزيز العليم أم الله موصفك ومعرفة تقول لي ليرا كان دا وصفي معرفة كي كردوا يعني معرفة كي كردوا تموصف كالله اسم الله وصفي معرفة كي بتي كردوا بنكيلة كردوا الله أعرفي معرفة كتي شديد العقاب كردوا تصفة بوي جو ليبا وجن زدتك ويشهد العقاب أم جا وإنما قلنا إنه نكرة من باب صفة المشبهة إما بوجه قلت ما ظل يشهد العقاب نكيلية شوك إلا باب صفة مشبهة دي ولا تكون إضافة إلا في تقدير انفصالي وأخوين ما إلا باب إضافة كإضافة صفة مشبهة اسم فاعل اسم مفعول لتقدير انفصال لا تقدير اتصال دانية تعوكو تعرف تخصيصي لدى السبب البيض ألا ترى أن المعنى شديد العقاب وكوي لا ينفك في المعنى ظالي إلا معنى دا لما جدانا بالثواني قلت جواب لذاته أما قولهم هذا جحر رب خريب فأكثر العربي ترفع خريبا ولا إشكال فيه باب الزور بعرب دلن هذا جحر رب خريب رفع عددا بخريب إشكال شتا دانية بلا ومنهم من يخفض لمجاورته للمخفوض هشيان العربان مجروري لكا خريبي مجرور لكا بوچنگا لمجاورته دراوسيتي مجرور يكدايا هي مجاورته هي يخفضه اتيتو باو جنبوتي بو خريبي اتيتاني منهمش بو عربان دتيتو عربتيان دايا جرد دا بخريب لبر او خريب لدراوسيتي اسمك مجرور دايا كضبا زدتك توجيه چكي كبو اذا كان جاري بيجوي توضيح زياتي اما بدين برده بس اللي كان ده لنا مثلا كيابا هذا جحر ضب خرب جحره خرب جحره مضافك كجحر سي بلين فاعلي خريبة حذف ده بيه كيزا فكرة بلو زميلك زورت شاكا دوات المضاف اللي هي كشكا أرزي جناب الدكم كهيكيا ده بيت الزميلي مرفوع ومستطيل ده بيه لخريب ده يتر اوايل دتواني هذا جحر رب خرب اما برق او توجيه كان بلان خو شتي لا قضيه كان اغوري برحل استي خرب بو مجرور بو طلعت چونك لدراوسيتي مجرور دا كما قال الشاعر وشاعر دلتي قد يؤخذ الجار بجرم الجاري على هندي جار دراوسي مؤاخذة ذكري بجرمي دلاوسي البته ما باري قواعديني اما بو استئناسة اما تمثيل بو اوكا بلي 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 اما جاري وايا معاملة لقل شتيكا كذكري لسر استحقاقي خوينية لسر اوه چونك لدلاوسيتي ومجاورتي شتيكي كده لسر اوه دي اس دراوسي اجدبيني مالك اغريتي بده بو چونكا لدراوسيتي مالك كدايا كو مالك اغريتي بربو بوليس دي لمالك مشكوكا چونك دراوسي شي هي مال بمالا دچ مال اجد بشكني زتشكا جاو مراد من ذلك ما بستي عربان اويا بوا كدلن لدراوسيتي او دچ توب ولي مجاورته للمخفوضي بذلك يتبوي ما بس علماء يعني عرب بوكذا خرب بويا مجرور چونك لدراوسيتي اسمك مجرور دايا ان يناسب بين المتجاورين في اللفظ وين كان المعنى خلاف على خلاف ذلك دعنا هي التناسب ايجاد كان لبين دو اسمي متجاور هاوسي ودراوسي للفظ دا تناسب كدرس كان حتشن با معنى كبيچواني او معنى كدكليبيچواني بقيدناك أمش قاعدك فوق العادة ظريفة بابا جر جوار أولا جنابي بن شام بحثي كاد فرمي أوكل علماني قورة هر إثباتنا كانوا إنكاري دكا أميك دو وأمزا دفرمي أقريش أو أوانك إثباتيان كدو كومالك نحوي زعيفا كومالك نحوي زعيفا
اوانه اگر اثباتیشان کدو ام نکته زور جالبه تا دقت کن على اوانش که اثباتیان کدو بلام با اثباتیان معنا تگناچه معنا که هر اوی اویکا لغیری صورتی جرک ده هيا اذا هذا جحر رب خریب معنا که چونه هذا جحر رب خریب ايش معنا که هر وایه پس جرک لسر معنا اثر گذار نیه به قرار قطعی اما او بلام لبر او دلی لپنا اسمك مجرده مجرد یکن ام قاعدش قاعده چی اولا قرآن ده تیدانی او مطمئن بن لود لأدبياتي عربي جداد للشعر هاي فصيح وانا دا من نمليو نشم بيستوى او زور باشا وعلى هذا الوجه بات وجوب بمصورة بس ففي خريب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمن أتي في العربي بنالس الأموجة كتناسب لبين دو اسماء دو اسمي حاوسي على لفظ ذا حاكم بيه لخريب دا لميك هي مقدرة كما نعمين زوري حاكب والله ما مقدرة كتب مانع على ظاهر بوني اللهم مقدرة كتب مانع مشغول بوني آخري خريب بحركة مجاورة چونك آخري خريب مشغولة بحركة مجاورة لبر خاتري ويكلفنا ضب دايا ضب مجرورة باهج مجرور بيه أصلا هروك وعرابي تقدير رواية استل جاءني غلامي ميمي غلامي بويا مرفوع نابي چونك مشغولة بحركي بكسري كلبر مناسبتي يا كدرو زبت مشغول بوني آخري غلام بكسري كسري مناسبتي بيدلن مانع على ظاهر بوني رفع على سري فزرابك تقديري بي أصلا رابك زي لبيت بيت التقديري جيتو وليس ذلك بمخرج لما ذكرناه هي كي له لشيته بو خريب وهو لذكرناه دا أشيته بو عما بو أمي كبا عنا كيوية وأوش كأوى مشغول ده بأخرك بحركة مجاورة خريب ناكا تداري لو كيما باس مانكر من أنه لو كشان حالوايا كمن أنه تابع لمتبوعه زورتك على لو كيما باس ما كده نعت نعت تابعي من اتكيبه لشي لا الاعراب هي انه بنو بنعتك جوان ترى لو نايب اعتذر لو كيما باس ما كشي لو كانه نعت تابع بدبه منتكي الاعراب ده چونك ليره كندا اعرابك بحال خوتي باري لفظيكي ام حركه جواريه بلان لباري تقديري ده نخي هر دلين تقديري مرفوع وصفتي جحرة زرتك كما أننا نقول إن المتدى بالخبر مرفعني هل وكو علي بو أم أما بو فعل بشتي قاعدة كي خوي ديه يعني كنعت دبي تابعي من أدب الإعراب ده أمش كآوي لهاتوا قاعدة كخرابناك وكو مدعي مدعي ادعاك مثالك مثلا نزيرك دينا توانا قاعده ايش كبان دكا وك مسائل ايش كبو قاعده في شوكو امو اتر قاعده كهلا وشتو مثلا دلا ايما دلا ان المبتدا والخبر مرفوع باش لا هر كتبي كي نحوي دائما ديخين دلا المبتدا والخبر شن مرفوع واقعا واش دي ولا يمنع من ذلك ذلك بو ان المبتدا والخبر مرفوع شتو انا مانعني الا رفع مبتدا وخبر شي مانعنا بلم رفع مبتدا وخبر شي مانعنا بقراءه الحسن البصري الحمد لله قراتي كشاس درين الحمد مبتدا لله خبرك دي كابلا دل اخو حسني بس خوينتو الحمد لله اما درين بكسر الدالك خوينتو انا اتباع لكسر اللامي اما اتباع كلو بكسر لامك چونك دل حرف دو دالك لام ومكسور بيوم خوش امج مكسور بي دي مشغول بوني دال لالحمدودا بكسري اتباع قاعده مبتدا وخبر كمرفوع هلينا وشينا تاني الحمد لله لقراءه حسن بصري دا اي رحمتي خوالي بي هر مرفوعه چونك مبتدا اما قراءتي شاذه وباشاس خندرا تاني تقول لي الحمد الحمد
للهي أخش خندرة بلمي لامي جرك لله الحمد لله آوى الحمد لله بلى أمش لما إتباع لردا لامكي تابع دكن بولمي دالك لقرات حسن بصري دا بلى لا خلاص أنا سيدا كسرى دا لك تعبي دا كان بكسرى لامك أبي أشوفانه زوجت شاك. عشان ولا يمنع من ذلك ولا يمنع من ذلك القول في حلكات من زيدا. ما نأنا بمن ذلك لو كمتلا خبر مرفوع بن دوبارة وكو أم قراءة حسن بصري أو أيضا بويل شتوانه يعني وقراءة حسن بصري ما نأنا بو دوبارة ما نأني إلا رفعي مبتدا وخبر شيء قول عربا لحكاتها كضلا من زيدا بالنسبة بنسبة أو من زيد بالخفض بجرة مثلا من خبره مقدمة زيد مبتدا مؤخرة من زيد هروى من خبره مقدمة زيد مبتدا مؤخرة دو زيد ليرة داك مبتدا منصوبة زيد ليرة كان داك مبتدا مجرور دي خود بمبتدا مرفع بكتي منصوب شو مجرور شو دام بو آوايا أما ظلم حكايته چونك تولى حكايته بود هيا چون تشتكى بيست عوا ويجري وقت اشتاق لكسيك دبيسي لسائلك او اشتاي سائلك بلفزي سائلك دتواني ويجري بالا هر موقعتك يا رابي شقرات بقدت حتى حرف جرشي بالا سربت چون مثلا اذا سألت من قال رأيت زيد ان امرت بزيد كابرا بتو دلي دلي اغا ولا من زيدم دي يا قزرم كربلاي زيدا أتوشك كتير رأيت زيدان دلائي من زيدان بجيب لي من زيدون دلائي من زيدان يا دلائي مرتو بزيدين تو دلائي من زيدين بجيب لي من زيدون واردت أن تربط كلامك بكلامي بحكاية العربي أتو ما بسد أو يا ربتي قصي خدي بكلامه بكلام سائلك بنوع حكاية ربتي في ديتاني يعني أو تشوني شوني تتجاوي شوني ديوا ما نأنابه لكي لا وكبلين ولا خم متلايب ومرفوعني فاز وقد تبين بهذا صحة قولنا إن نعتل لابد أن يتبع من عتو في عربي وتالفي وتنكيله بمن روشن بوبو إما صحة قولنا دروزبوني أم قصي إما أم قاعد إما كقتمان والله نعد به تابعي من عتكيبه لعرابي من عتكده لتعريفي من عتكده لتنكيلي من عتكده بس قصك يا مدر درتو كراسته ودرسته وروايه بيش شيء او وكتو دبيني لسؤالك هذا سيشتي هروجاندن كيشان جحر ربي الخالبين لسري ام باوتي قلت بلان بويل لكل همزه المزاج الاخوار هو محمد محمد بن حميد هر بحثي اكل العقده بلان بو بو بوانيكا ويل لكل همزه لمزه الذي اور خارج ما مساحت بحثي كلو اخوانن بلان لا قيد بو الذي قبلين لي ركاندا الذي دلين دتوان بلين بدلا نق وصف يا وصف مقطوع وصفك كدي خوين الاخر دا هر نعت جاري وقت يكن لتبعيت لتبعيت قطع بو جا اقر اوابو بدل بو يا نعتي مقطوع بو درست پیچوانه به موصوفه که یا به مطلوعه که به عبارت شده لباری تعریف و تنکیده اما جوابیه پاشان بو آیت که بعدی شدید العقاب شدید العقابی آوا عرضی برادری خوم کم بمجورنیه و کل خوار شما مصفر میتی اضافه صفتی مشبهه برای معموله که اضافه لفظی به يعني بو مطلق بونني كأودي فرمي بلكو جاري ويا أرزي زناب الدكم إضافة إضافة معنى ويدا بد استشهد العقاب بجوريك دتواني ناوابلين مبستي أويا لهر همو زمانا كان دا خواي قولا عقابك شديد وكو مالك يوم مدين ويا مثلا يا الرحمن الرحيم ويا كرحمن رحمتك بردوامة ملكيته دا صلاتك بو يومي بو روجي جزاء بردوامة كبيدلان حالي دائم او
لدى بلا إضافة كان معنوية خلاص كلام لفظي نية لواقع ده دي وقت معنوي بي دكري كسبي تعريفي لبكري چونك إضافة كلا بلو عقاب هيد شكالي تدنية ووقتي صفة بي بو لفظي جلالة أما لايك لاجك دشتواني ملين شديد العقاب أصلا بدل بلي چونك خو قطعيني حتما دبي شديد صفة بي بو الله بدل بلي يا شديد العقاب بله مثلا البته وقت البته قراتی که که بخوین دید توانی شدید لقب نظام آی خوین دید توانی نه اگر شدید لقب خوین دید توانی دید توانی مولین خبر متدایی که محذوف اشکالی تدانی و که تینی هو شدید لقابی مثلا آو اما ام قای ام قرات آوایا البته کتابی قراتی شم لبردست هایا که مراجعه ایچی پیب کم تازه که لبردستن دایا چون که کتایی درسکه سوره غافیر باله شدید العقاب شدید العقاب باله والله ظاهرا نيه ناوى لقراتي سبدا هميان شديد العقاب يا خوين دوتواني لقراتي شازي شهر تيدانية اما اقل ببدا دتواني مرينة ووي هيد اشكالي تياني اقل رفع بي قراتي رفع هاتي بي ودتواني من الخبر التلاف بلان يسال اكلا بدلج بلا واقعدة يعني ببدلج دخول اشكالي تيدانية اتر خوشه بيستان مطلبك ما بوتاونا بيتون كما بيتي ليلة دا دوستينو بقية كي إن شاء الله درس بعدي لا دخوينين ببشتواني طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.